الصين تدق ناقوس الخطر على المقياس الحراري للبلاد. تقلص بحيرات، حرائق غابوية ومحاصيل زراعية متضررة، كلها نتائج للتغير المناخي حسب مسؤولين حكوميين صينيين. على وقع ذلك، أصدرت بكين أوامر لحشد فرق متخصصة لحماية المحاصيل من درجات الحرارة الحارقة عبر حوض نهر يانغستي. هذا العام أكثر جفافاً من عام 1960. درجات الحرارة لم تكن مرتفعة مثل هذا منذ تلك السنة. الآن الحرارة تصل إلى 40 درجة مئوية كل يوم لمدة طويلة. درجات الحرارة مرتفعة للغاية كل يوم. علينا العمل في الصباح، بعد الظهر نبقى في المنزل فقط، وحقاً نخشى الخروج. البنية التحتية وخدمات الطوارئ في عدة مناطق تعرضت لضغوط متزايدة مع وجود رجال الإطفاء في حالة تأهب قصوى مع اندلاع الحرائق في الجبال والغابات في جميع أنحاء المنطقة. موازاة مع ذلك، أعلنت وسائل الإعلام الحكومية عن زيادة حالات الإصابة بضربات الشمس.